كتير تأخرت لأجيت، كنت عود معهم كم دقيقة على القليلة، ليش هيك استعجلت؟ ليلي فتون، انت شو عامل اليوم؟ اجيت على بيت أهلك، خير في شي؟ اليوم رفيف كانت عنا، مزبوط؟ ايه صح، اليوم شرفت على بيتنا الأميرة رفيف. طيب ولما اجت شو صار بيناتكم؟ شو يعني هالحكي؟ استنى دقيقة، استنى، معناتها انت جاي من عند رفيف؟ انت مانك معقول، وانا اللي كذبت على اهلك وقلت لهم انه عندك شغل مهم؟ بس حضرتك طلعت سهران عند ست الحسن الانسة رفيف. الهجمة على رفيف وتنخانه. انا؟ اي انت، وبعدين مقلعتيها مزبوط؟ ايه قلعتها، حتى كان لازم قلعها من الاول وما لازم استقبلها بالبيت. قال انا هجمت على رفيف. العمى شو كذابة العمى، البنت كانت مزعوجة ومنهارة على الآخر. قصدك أنا عم بكذب ورفيف اللي عم تقول الحقيقة؟ صحكي؟ طيب أنا تهجمت عليها وضربتها بوكس بنص خلقتها. خلصنا فتون. بما أنك مصدق كلام رفيف، أنا عرفت أنت بصف مين واقف جان. فتون، ليكي من بكرة الصبح بتحملي حالك وبتعتذري من رفيف. وقف السيارة هون جان. شو عم بتقولي؟ ما فهمت عليك. عملك وقف السيارة جان. لوين رايحة فتون؟ لوين فتون؟ تاكسي. يديار اللين يديار سسين يديار نفسيم عما. لك انت لوين رايحة فتون؟ بلا ولدنة بنصاص الليالي، شو بكي انت؟ جناتي يعني؟ لك ارجعي لهون فتون. götürmek miş ben bilmem sen bilirsin elbet sen gidiyorsun dur dur gitme bir bakış borcun var bana son gidişinden. Yaşamım sebebim gidiyor ama hepsinden önce sen gidiyorsun. Gitmek tüm kalanları yanında götürmekmiş ben bilmem sen bilirsin elbet sen gidiyorsun. Dur dur gitme bir bakış borcun var bana son gidişinden. Vur kır parçana sen kazan bu aşkı ama bırak benim olsun harcanacak son.
yaşlar Mun kır barcana Sen kazan bu aşkı Ama bırak benim olsun Harcanacak son kurşunlar Sen yaz sen oyna Kalan tüm perdeleri Şöbek ya ebni ليش هيك قاعد لحالك ومهموم؟ أنا هون هون ليك الولد عم يطلع حواليه ويدور على الصوت ابني معقول أنا واقف قدام عيونك ومو قدران تشوفني؟ بما أنه أنت جاي بهالوقت قاعد عندك من غير ما تحكي ولا كلمة معناها مشكلتك كبيرة وعلى الأغلب مشكلة عاطفية احزرت لحالي ما هيك؟ تعال اركب تعال ناكل لقمة مع بعض من اللي قسمه الله تعا ابني تعا اللي عمي هل انت عن جد ما عرفت مين بكون انا؟ لا والله خلينا نتعرف معناها تعا اركب جاي عمي قرب لا تخاف تفضل اهلين وسهلين طعمة الشاي اللي راح تشربه ما بتلاقيه بمكان تاني ابدا اوه على ريحة البحر انت قاعد ساكت ومهموم وانا عم حاكي حالي مثل الاجدب شو اسمها؟ اسمها؟ اسم مين يعني؟ بهالطريقة بفكوا عادة لسان البني آدم بما إنك سألت اسم مين؟ يا الله يعينك على هالعلقة شكلك ضايع بين قلبين مو سهلة مو سهلة أبدا قلب البني آدم بيفرط من الهم بعد فترة يا ابني ببلش قلبك ينتفخ تعرف شو السبب؟ لا ما بعرف لأنه أنت عم تحاول تحط قلبين بقلب واحد حرام عليك هيك يا ابني كرمالك انت وكرمالهم هني كمان تسمع مني خد قرارك باسرع وقت ممكن اختار مع مين بدك تكون بحياتك